الفيديو ده مخصوص لطلبه وطالبات الثانويه العامه بخصوص ان الامتحان بكره، وبما اننا بنتكلم عن الثانويه العامه فاعتقد ان مفيش حد احسن مني ابدا يتكلم عن الثانويه العامه لاني خبره وسقطت فيها 3 سنين. بس انا عايز اقول لكم انا كنت بسقط في الثانويه العامه الحقيقه لاني كنت ببقى خايف من الامتحانات. السنه الوحيده اللي انا ما خفتش منها من الامتحان سقطت برضه، بس سقطت لاني اكتشفت ان انا كنت خايف وعامل نفسي مش خايف. حقيقي السنة الوحيدة اللي أنا ما سقطتش فيها هي اللي أنا ما كنتش فيها خايف من الامتحان بجد، وكنت بتعامل معاه على إنه فسفوسة. إيه امتحان الثانوية العامة؟ هيعمل فيها إيه امتحان الثانوية العامة يعني؟ هيموتني؟ ما أنا حلو وجميل وبصحتي وزي الفل. هيحدد مستقبلي؟ ما يحدده، يعني أنا هذاكر وأعمل اللي عليا، أنا هروح وأحل وأكتب هنام كويس وأصحى آكل أي لقمة وأروح الامتحان صافي كده وتمام ومش هخاف ومش هضيع وقت في إن أنا خايف. ما تضيعش وقتك وما تضيعيش وقتك في الرعب والخوف ووجع البطن. امتحان الثانويه العامه فسفوسه، ما تاخدش ولا تاخدي بالك منها. فسفوسه هنا، الفسفوسه ايه ده؟ باينه مش باينه. هتحلوا الامتحان لما تركزوا في انكم مش خايفين، وتركزوا في ان احنا دماغنا فيها معلومات مش هتتمسح. ما تضيعش وقتك، ما تضيعش الشويه اللي في الاول دول في الرعب والخوف. هتحلوا الامتحان وهتبقوا جامدين وهتجيبوا مجموع وهتخشوا احسن كليات اللي انتوا نفسكوا فيها.